أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، البرنامج الذي نسمع فيه آراءكم وأصواتكم وتعليقاتكم على المواضيع التي نطرحها في حلقات كل يوم. اليوم سيكون موضوعنا عن وعود الحكومات منذ عام 2003 وحتى اليوم، ما الذي حققت وما الذي لم تحقق؟ تابعونا بعد الفاصل. هذه الحكومة بعد 2003 من البعض اجوا من الدول الخارجية اللي كانوا برا بالمنفى واجوا للعراق، مو من ضمن وعودهم قالوا لهم ايش راح تسوي للشعب العراقي الجريح؟ قالوا لهم كهرباء وماء وحياة سعيدة وكريمة وكلا للاستبداد ونعم للديمقراطية الحرية. نعد الناخب العراقي ان نبني دولة مؤسسات نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، مدارس، مستوصفات، نعتني بالزراعة، نعتني بالصناعة. حان الوقت أن ينفذ، وهو البرنامج الذي يتعلق بالتحسين الاقتصادي والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتوفير الفرص للجميع وتطوير الزراعة وتشغيل المرأة ورعاية التربية والتعليم. 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل. تلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة. هذا الذي تقوله؟ نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية. نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم الصدرة. فشلوا بتوفير الكهرباء هاي الفترة كلها 15 سنة ما وفروا. آخر شيء قالوا حطكم عمي الكهرباء جباية بفلوس. يا به وين وعودكم؟ وين النفط هذا كله الانسحاب؟ عم نرد قبل 2003 خير كهرباءنا ببلاش، كميتنا ببلاش، زين قلها كان امان، عايش حياه كريمه، عائلتك حافظها زين، وكهربائك ببلاش وكميتك ببلاش ومايك حلو. اما الان نسبه الملوحه بالبصره صعدت بحيث ما يقاومها المعدن، مو معده الانسان، المعدن. الامراض منتشره بالبصره، وتعال شوف احصائيات بمستشفيات البصره وعدها انقطاع بالكميه اللي هي البطاقه التموينيه، تقصير كبير بيها للمواطن البصري. طيب. بنى تحتية ما موجودة، مجاري، شوارع كبيئة، هذا كله منتهي. الكهرباء يريدها بفلوس، باكر يقول الماي هم بفلوس، انه بالشارع بفلوس والهواء بفلوس. هم عايشين احسن عيشة، ما حد يراقب، لاكو جهات رقابية. اسأل اي واحد بالشارع قل له يا احسن هسه لو قبل، قبل احسن عمي الف مرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. وعود البرومو اللي طلع عن زيف الوعود، وعده بهوايه وعود. طلعنا حسين الشهرستان اللي قاله بزمن نوري المالكي انه الكهرباء شلون راح تصير، طلعنا وغيره 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 كثير. زراعه، بطاله، صناعه، المراه، التربيه والتعليم، كهرباء، ماء، استثمار، سمعناها هوايه. كل حكومه تجي تقول انا راح اسوي، راح اوفر، راح احط، راح اخلي، اعبد شوارع، اعطيكم كهرباء، اوفر لكم ماء، اوفر لكم ما اعرف شنو، اقضي على بطاله، اقضي على الفضائيين، اقضي على الفساد، اقضي على الاشياء المدمره داخل العراق. ما شفنا كل شيء تحقق فعليا. اللي تحقق انعدام الكهرباء، انعدام الامن، انعدام توفير الخدمات، انعدام توفر الماء الصالح للشرب، يعني متطلبات الحياة الأساسية اللي هي أفقر شعوب العالم وأفقر بلدان العالم، وموفرتها إلى بلدانها بدون منية أو بدون مانية بالعراق ما موجودة، اللي هي كهرباء وأمن ومي وخبز، أنه توفر له لقمة عيشة وتوفر له وظيفة يعيش من عندها. يعني أنا اللي أعرفه انه ماكو دولة تحترم نفسها الوظائف محسوبية، وماكو دولة تحترم نفسها الجيش محسوبية، وماكو دولة تحترم نفسها منتخب كرة القدم محسوبية، وماكو دولة تحترم نفسها
الوزارات تصير عوائل، وزارة الخارجية ملك صرف إلى فلان، ووزارة الداخلية طابو إلى فلان، والأمن الوطني إلى فلان، وما أعرف شنو إلى فلان، والنقل إلى فلان، والعقود الفلانية إلى فلان، وعائلة فلان طبعاً، عقود الزراعة فلان يأخذهن، وعقود الصناعة فلان يأخذهن، والاستيراد والتصدير فلان يأخذهن. ما شايف دولة تحترم نفسها هيش تتصرف، ما شايف دولة تحترم نفسها عندها قضايا فساد وعندها بلاوي وعندها شخص مطلوب للقضاء يعتقل في لبنان، يطلق صراحة من لبنان، يرجع الأربي، يرجع الكركوك عفواً أو الأربيل، ما حد يحكي وياه. أنا أحكي على محافظ كركوك، محافظ التأميم عفواً، نجم الدين كريم، مو مطلوب للقضاء. قضايا الفساد اللي يومياً يطلع لنا واحد، يومياً، إن كان تحالف النصر، إن كان تحالف الفتح، إن كان سائرون، إن كان الحكمة، إن كان مجلس أعلى، إن كان دولة القانون، إن كان ميليشيا، أي واحد يطلع بالبرلمان يقول إن الفساد ينخر بجسد الدولة العراقية. زين، إيش سويتوا للفساد الذي ينخر بجسد الدولة العراقية؟ عندنا اتصال من أبو زكريا من كركوك. حياك الله عمي أبو زكريا. الله يحفظك، يحفظ العراق، يحفظ الشعب العراقي، يحفظ مساكين العراقي، يحفظ اللهم آمين مسجدين العراقي. والله العظيم اسمك شوية كثير على اسمي، أنا مستويك مسميك أسد بن الأسد. تسلم لي بالله العظيم، من 2003 لا كهرباء، لا مي، لا زراعة، يعني ما خلوا شيء بالعراق، ما باقوا، يعني يخلوا العراق بصفحة والسياسيين بصفحة، الحرامية اللي يقدر تجيه يقدر تجابون أمريكا وإيران بصفحة. يعني أخير شيء حتى هالأيام حرقوا قلوب العراقيين، حرقوا قلوب العراقيين الفخراء المساكين هذولا، الحنطة والشعير داينوا ومطلوبين من العوض هم دولة. لا إله إلا الله، ما فيش حكومة، ما فيش حكومة بالكائنات كلها. والله أبكي، والله أبكي، والله أبكي على فخراء العراق. ونزو أنا بالزباين، ونزو أنا بالزباين، أطفالي جدوا بالزباين. الله يقبلها كويس حكومة، بعدهم مليار دولار، أنا مليار دولار، بعدهم الحدثية الحرامية خلوا العراق يجوعون، لو مهجر، والله ما أدري شاسي، والله قلبي مجهود، والله قلبي مجهود، والله قلبي محاول العراقيين، 4 ملايين عراقي مهجر، يعني زقت لهم العراقيين هذول، والله بس الله يعرف، والله ما حد يعرف غير رب العالمين، من هذول السياسيين الأدبية الدرجية هذول كانوا نايمين بالحرام على لندن وغير لندن. ابن الأسد والله هذول فضحوا العراق، والله هذول فضحوا الأمة العربية. لا إله إلا الله منهم، إن شاء الله رب العالمين ينتقم منهم واحد واحد، وخليهم العراق، وخليهم رب العالمين، وخليهم الله وخليهم يا أسد. أشكرك وأنا من عندك من كامل، شكرا وكل لك. من تصليني يا أسد، شكرا لك يا ربي، وربي يحفظك ويطول بعمرك. ودموعك غالية علينا وعلى كل الشعب العراقي، هذول أبناء الشعب العراقي. يعني أبو زكريا رغم كبر سنه وجع على بلده نزل دموعه. من المفترض يعني حكومتنا تقدم شيء إلى هكذا أشخاص، خدمة والبلد ووصلوا إلى عمر كبير من السن، يجب علينا أنه إحنا ندللهم مو يكونون بضيم. أبو علي من كربلاء حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم كل كادر، جزاكم الله خير، سلمك ربي. تحية الأخ العزيز أبو زكريا، لا يهون عليك شتي، هذا الأمر كله يروح، ولا تحسبنا الله غافل عما يعمل الظالمين. نعم. أنا عندي فتشيت، يعني نفسه هو الموضوع.
واحنا لا عندنا من غذائي، وشكو جريمه تصير سيفتح بها تحقيق وراحت. احنا العراقيين مش وقت نفتح تحقيق الذولة. احنا مشكلتنا مشكله السياسيين ما عندهم ولا للعراق. يا جماعه الخير ترى العراق عجز من الام والاب، لسان حال ابو زكريا وعزم الروح وروح ابو زكريا وروح الاستاذ المقدم وعزم طلعنا. انا لو ما اعتبره عزيز كان ما حكينا ولا قدمنا. وحتى هذا ثاني كلام اللي احكي تقولون من اتصل حتى كلمتني روحي. يا جماعه الخير كلها مشاكلنا ما دام احنا ما نفكر بنفع العراق بس نفكر بنفع ايران احنا منتهين. اليوم بالاخبار يقولون العراق اذا ما يصطف ويا ايران ينسحب. نعم. يكون شيء من التاريخ. المهم يا عراقيين مو تروح انت تسلم لايران لانه شيعه وانت شيعي. لا تفكر بهذا التفكير، فكر عراقي، كون انت من اي دين، كون من اي مذهب ولكن يلمني وياك العراق. انت مسلم وانا مسيحي، انا عراقي وعراقي. لا تفكر بهذا الشيء. الى متى احنا؟ ليش هذا الحار؟ مثل ما قال ابو زكريا ليش احنا مظلومين؟ ليش؟ لان احنا ترى الشعب العراقي مقصر باكر. باكر يقوم بين يد الله، لا يخف النظر، لا يقول انا ما علي. قوم فكر فكر تعيش تعيش حر، لا تعيش دليل. انت فكر باوع يمك عائلتك واطفالك وناس عايشين مهجرين في بلدهم. المهجرين النازحين اللي تفجرت بيوتهم اللي هسه الحرب وصلت 60 عتب ما يقال عايشين بخيام لا يحميهم من حر ولا من برد. انت عراقي ما تستحي ما تفكر بي، انت شلون تنتخب هذا وهذا؟ هاي الاحزاب ما توصلنا. يضيعون العراق، راح العراق يروح بالرجلين، ماكو مطلوبين. بس حرب دوم 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 دوم، عمرنا 70 سنة ما جبت غير بس الحرب وين؟ وعلى يا اساس اني على قدمة؟ ترى المرجعية ذا تريد تأتي ما تأتي. ترى هاي الأحزاب ما تفكر بيك، توزك بسيف وتروح. فكر بالعراق اللي هو حب الوطن من الإيمان، فكر بالعراق، فكر بالعراق. فكر بعراق المقدسات، التاريخ، الحضارة. لا تفكر والله انا شيعي وانا سني وانا كردي. فكر كانسان يا اخي من حالنا حال الشعوب. وانا اشكرك استعطلت عليك. شكرا شكرا لك ابو علي. يعني القضية ما بيها فرضا خلينا نحكي عن الكهرباء، بتشرى صورة على برنامج الواتساب. مدير عام شركة مدير عام توزيع احدى فروع الشركة العامة للكهرباء ببغداد او عفوا بالعراق، ما اعرف بيا محافظة تحديدا، شاد ورا بالمكتب سبلتين. راحت شويه باللهجة لهجة امهاتنا القبل، ولك خايب. هي اكو كهرباء يم الناس حتى انت شي سبلتين؟ زي انت من طقيت الصورة جاي تغثهم. المشكلة وما بيها ان هم محاسين اصلا بالناس. يعني بتسعينيات القرن الماضي قضية تجار الشكر اللي انعدموا بساحة عامة بوسط بغداد، النظام بذيك الفترة ما كان يباوع انه ذولش سووا الا الى قضية واحدة بس، انه هم دا يتلاعبون بقوت الشعب ودا يتلاعبون في مصائر الشعب ودا يتلاعبون باسعار الناس ما تقدر تشتريها بذاك الوقت. صار اللي صار، ماكو تاجر شكر او تاجر تمن قدر يلعب بسعر كانت محددته الدوله. هسه احنا مو السلعه الغذائيه، صيدليه بصف صيدليه، البنادول هنا سعره شكل وهنا سعره شكل، والله شنو ماكو رقابه. سوبر ماركتات اثنين، هذا سعر التمن يمه شكل وهذا عنده شكل. ادري المستورد غير مستورد، لو القمرك غير قمرك، لو الدوله غير دوله. هذا ببغداد وهذا بالكوت مثلا، هم محلين واحد بصف الاخ. سوق الشورجة المعروف محلين يبيعون بهارات، هذا يبيع 100 غرام بسعر وذاك يبيع 100 غرام بسعر، لان ماكو دوله. الى متى احنا نظل نقول الفساد 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 وماكو خدمات وماكو كل شيء وانتم ما تسوون شيء اصلا؟ ايش سويتوا للشعب؟ ارجع واقول ايش سويتوا للشعب من 2003 من 2006 يا عمي؟ ان الفساد ينخر بجسد الدوله، من الفاسد اللي حاسبته؟
مريم من بغداد، حياك الله اختي. حياك الله اخوي الكريم. اخي العزيز، حابة تقول لعمنا ابو زكريا رقد قلبنا، انت وابو علي من كربلاء. اخي الكريم، انا خريجة نفط من 2012. نعم. ولحد الان ما موظفيني، واخذوا مني 50 ورقة، قالوا انعينك، وفرش ما اكل حاجة الان. اتزوجت وخلصت وجدي بالشوارع. اللي عنده شهادة ما يتوظف. نعم. والما عنده هم يتوظف. زين احنا العراقيين شنو مصيرنا؟ اشوف الفساد يوم بيوم جاي يزيد، انقص وانقص. وما اقول لك العراق راح يرجع مثل قبل، لا، العراق راح يرجع انقص مو مثل قبل. العراق ملان فساد. مريم، نتمنى يجينا حاكم يحكمنا حكم مثل صدام حسين. احنا ما نريد الزنقه، لكاف نريد نعيش فقر بس بعز. وين الفلوس؟ وين الخير؟ كل شيء ماكو. ويقولون العراق تطور، وين التطور؟ كلتنا مجاديه بالشوارع. شكرا، شكرا لك اخت مريم. يعني القضيه ما بيها انه احنا قاعد نرجع بالعراق لورا، مو احنا، انا اقصد السياسيين بيرجعون بالعراق لورا. يعني اكو صوره قديمه مطلعين واحد قاعد، هي كاريكاتير نشرت اصور على احد الصحف، انه شخص قاعد دا يحكي لاولاده لابس لبس العصور الحجريه ويقول لهم قبل بالعراق كان عندنا كهرباء وكان عندنا بيوت وكان عندنا شوارع وسيارات و و و. الصوره مبكيه لكنها حقيقه، لانه احنا رجعنا الى العصور الحجريه. درجه الحراره برا تصمت صمت، والله يعين الشعب عليها. كهرباء ما عنده، يرجع للبيت من شغله شايف ضيم الدنيا كلها، ما يعرف يخلص من السيطرات، من الازدحام، من الميليشيات، من المضايقات، من الأتاوات، من الشرطة، من الداخلية، ما يعرف من يعني يخلص. يرجع البيت يريد يرتاح له شوية، ما عنده كهرباء ايش يرتاح. يطب تكرمون للحمام، يريد يطش على روحه مي يبرد حرارة جسمه، يلقى المي يصمت صمت. زين الى متى؟ الى متى انه انتو بس تبوقون وتلغفون وترسون جيوبكم، وواحدكم صار ملتي ملياردير بعد ما كان حافي، وما تفكرون بهالشعب؟ ام زمزم من بغداد، حياك الله. تحياتنا لحضرتك استاذ اسد، حياك الله. وتحياتنا لكادر القناه، يسلمك ربي. والعراقي الشريف، يسلمك ربي. الله يسلمك استاذ اسد. نعم. إنجازات الحكومات المتعاقدة على العراق من 2003 هو تحقيق المشروع الإيراني الأمريكي في العراق، وبالإضافة إلى ذلك الآن ظهرت عندهم خيانة الأمانة المالية. أستاذ، خيانة الأمانة المالية شلون؟ أستاذ، المتقاعدين ظهر مدير التقاعد العام قال قصد حلة التقاعد 900 مليار، 900 مليار شهريا. تدري متقاعدين مدنيين وعسكريين وشهداء شنطوك 300 مليار، 300 مليار. نعم. يعني لها فرق شاسع بين 300 مليار وبين 900 مليار. نرجع لحصة كردستان، حصة كردستان على عيني وراسي موظفين كردستان في حكم العبادي، راحت لجنه من بغداد وجردت اعداد موظفين كردستان 600,000 موظف، وخصصت لهم بالشهر 282 مليار، 282 مليار. استاذ، الان اذا يعطون كردستان بيعطوهم 450 مليار بشهاده اثنين عضو من اعضاء اللجنه الماليه. قال هذا المبلغ اعطوهم اياه بتوافق من السيد رئيس الوزراء واللجنه الماليه ووزير الماليه. استاذ اسد، اطرح 450 من 282 مليار، يجب يبقى هذا المبلغ الا راح يصير. شلون نخلي احتمال تحليل واحد، التوافق موجود. هاي الواحد حتى شنو؟ حتى يعرضون اقليم كردستان ويصير ويا جماعه الحشد
وهي سابق التيار، هي صالح التيار، وكل مهندس في شديد التفكير بيناتهم في تعيين محافظ من نوع. تعيين محافظ من نوع عينوه من جماعة سائل التيار، فأنطوا هذا المبلغ الكبير إلى كردستان في شديد رغبوهم حتى يوقفون ينتظر تعيين محافظ من نوع. تم باتفاق ما بين مسؤول برنامج وما بين صالح التيار. فعلى مود هاي الشهر ضحوا وانطوا هذا المبلغ الكبير ترضيه لهم، لكن المتقاعدين تاركينهم، يعني تصور استاذ مدير التقاعد يقول انا لي 900 مليار بالشهر. قضيه التقاعد بالعراق قضيه كبيره، لانه اكبر قضيه فساد بتاريخ العراق هي قضيه التقاعد حاليا. استاذ هاي كجزء من اعمالهم. يعني انت يا رئيس الوزراء، يعني كنت بذاك النظام انت مهزوم قد الاكراد، مهزوم ولفوق وبطوط ايدهم، يعني حتى تجاملهم على حساب اموال الشعب، على حساب اموال الشعب. واستاذ الحكومات اللي جاءت للعراق، الحكومات اللي جاءت للعراق بالبدايه بعد 2003 نقدر نقول مثل حكومه ايات عداوي اللي حكم مده 6 أشهر كانت مو نجيب الايات عداوي، وانما كانت نوعا ما جيده. يعني اقرب مثال عين وزير تجاره، هذا الوزير التجاره كان مثله مثل غيري، نعم يستلم الحفه من محل الوكيل. فكان 6 أشهر كان نوعا ما جيده، لكن كانوا وزراء الجو المتكالي من ضمنهم المالكي، المالكي اراد ان يصبح هو الزعيم الاوكل للعراق. طيب يقلد رؤساء بعض الدول الدكتاتوريه، راح هو يصبح الزعيم الاوكل، لكن شنو؟ على حساب دم العراق، على حساب دم العراق دمره للعراق في شديد المكاسب الشخصيه حتى يصبح هو الزعيم الاوكل. لكن مطر يعني ما دامت ايران هي ما بقتك وشعر. شكرا لك ام زمزم. عندنا من العاصمه ايضا ام عبد الله، عفوا، من العاصمه بغداد. حبيبه حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه. تحيه لحضرتك والى قناتك الشريفه وكل العراق الشريف. حياك وبياك. استاذ الواقع الخدمي اللي يعيش العراقي اليوم هو واقع مأساوي. الشعب تايه، الوطن يضيع. يعني صح انه تكون مظاهرات او تظاهرات او استنكار للمؤسسات الدوله، ومع العلم انه الشعب العراقي انا اعتبره هو السبب في هذه المشكله اللي بيعاني منها العراقيين. ليش؟ السبب ليش؟ لان استاذ من اجوا 2003 واجى حكم بريمار، وعلى اساس انه قام بحكم العراق وكان هدفه انه ايجاد حكومات ثلاثه او الفدراليه، اكد على الفدراليه انه الاقصى الشمال تقسيم العراق والشيعه في الجنوب والسنه في الوسط. كل هذا اللي قام به بريمر كله، يعني حتى لو صاير واكو عداله كان قلنا ايه اكو عداله، لكن كل شيء ما صار، كل عدالة ما موجودة. لهذا الشعب العراقي من 2003 إلى الآن أنا أحسب على الشيوخ العراقيين من الشمال إلى الجنوب، صار لنا 15 سنة ما شفنا في اليوم شيخ عراقي قال انتفض ويا جماعته، وقال لي يا الشيوخ العراقيين كلهم ننتفض ضد هذا الوضع المأساوي اللي بيعاني منه الشعب العراقي. والله العظيم أنا أعرف يعني شيوخ قاموا بالانتفاضة في المناطق الأنبار، حتى أبنائهم قتلوهم حجموهم أخذوهم عن طريق المطارات. والله زين، ومع هذا إحنا بننتظر إنه انتفاضة وننتظر واحد يسندنا من الشيوخ أو من الرجالات يعني شنو انتهى العراق؟ ماكو رجال يعني زينين يقودون العراق؟ ليش سيهنا إحنا البلد؟ ليش سوينا هذا المعاناة اللي عملية؟ أنا أشوف الرجل عندما يبكي وتنزل دموعه معناها وصلنا إلى هم كبير، ضاع كل شيء يعني من إيدينا. أستاذ إذا إحنا إذا بنشوف الواقع
كهرباء ماكو، خدمات ماكو، الناحية الاجتماعية ماكو، زراعة ماكو، صناعة ماكو، كل شيء ماكو أصلاً. هاي المعاناة اللي بيعاني منها الشعب العراقي، يعني الفرح أكو شباب انصدوا، قسم من عندهم ماتوا وراحوا إلى رحمة الله، وقسم منهم بس رجون، وقسم بس مطاردين. يعني بس شنو هدف الحكومة؟ الحكومة بتسوي لنا يومية كارثة، كارثة، آخر كارثة صارت مال التقاعد. حتى الوزارات، والله العظيم احنا في وزارات طائفيه تخدم المصالح الشيعيه على حساب السنه، والله العظيم هذا اللي بنعانيه احنا، وحتى المتقاعدين هسه احنا بنعاني من هذه الكارثه. يعني احنا وين يعني عراقيين؟ ليش ما احنا يعني فكرنا بوطن وفكرنا بشعب انه لازم نعيش؟ يعني هذه ترى الشغله، ترى هي شغله مدروسه ومخططه لها لكل الوطن العربي، وخاصه العراق، وخاصه سوريا، وخاصه السيطره على السعوديه والسيطره على مصر، لانه لازم تكون هذول الدويلات الكبرى. نعم نعم. تاخذك ايران حتى لتفتيت الامه العربيه والاسلاميه، وحتى ترى باشر اذا احنا ما نتحد كمسلمين، ترى باشر مكه مثل بيت المقدس. كلنا نصيح احنا قاعدين في مكه والاحتلال مفتوح بكثير مداير مكه، وان شاء الله هذا ما يصير، ونصيح الله اكبر الله اكبر. اهل فلسطين من اللي يساعدهم؟ اهل فلسطين مو اهل سوريا منو؟ العراقيين مو متبهدلين؟ يعني انا اشوف واحد ذاك اليوم طلعوا على اليوتيوب انه عراقي نايم من اهل الانبار نايم في ساحات في ساحه من ساحات بغداد. زين هذا ما عنده شيخ؟ يعني ليش يا شيوخ انتم ساكتين؟ ليش فاتحين دواوينكم للاغوات وللحشي واشياء غير صالحه بس لصالحكم؟ فالحكومه طبعا ما تهتم، ليش تهتم الحكومه بحل مشاكل ايران وتقوم تقوم بالمفاوضات على اساس تطلب من امريكا انه تعطيها مده لي حتى تاخذ كهرباء وحتى تاخذ ماء وحتى تاخذ ما ادري شنو؟ ليش هاي المصالح اللي تكون بها الحكومه من اجل الاخرين ومخارج العراق؟ ليش احنا العراقيين مبهدلين؟ ليش العراقيين احنا ما عندنا كرامه؟ فالكرامه ترى ما يسمعها الحكومه، ترى تسمعها الشعوب، الشعوب هي تسمع الكرامه، هي اللي تخلي الانسان يشعر بقيمته داخل بلده، بس احنا لسه ما عندنا اي قيمه ترى، ولا احنا عايشين اذلاء، حتى بالنسبه للشعوب العربيه والعالميه احنا اذلاء، وحتى وجودنا في دول لا احنا مو اذلاء. ام عبد الله بس اعطيني مجال، يعني عندي اتصال وراح اجاوبش على هاي القضيه لانه الها 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 تاريخ طويل، يعني هي لازم نوعي تاريخ الشعوب كلها. يلا نقول بس العراقيين ما لذلاء حاشا لله، لكن سلط على الشعب العراقي منذ عام 2003 حفنة من السراق والجياع، ما اريد اقول توصيف اخر قد يجرح. ابو عمر من الموصل حياك الله. السلام عليكم استاذ. حياك الله اخوي. انا حي قناتكم الكريمه. حياك الله. لان تنقل الاصوات الصحيحه. يسلمك. واجبنا. يعني وضعيه العراق، وضعيه العراق بس نعطيهم بوق، الحكومه مالنا بوق ونهب. والمواطنين يعني حاليا لا كهرب لا ماي. نعم. درجه الحماوه بالموصل 50. نعم. يعني ناس منتهيه والله العظيم، هاي منطقه قديمه ايش صار لها ما عمروها. يعني المحافظ اللي يجيبوه حرامي. ايش اسمه يا مسؤول جاك كلهم حراميه والله العظيم استاذ، حكومه. نعم. يعني بس همها تبوق. نعم. يعني هم تبوق استاذ. مشكله ثانيه صارت خطف هسه على اطفال، يعني قبل كم يوم قتل طفل بالحمام، اول بارحه خطف طفل من وادي حجر، يعني انداروا على اطفال هسه عم الحشد. ها استاذ ترى وطفله بدياله. نعم. وطفله بدياله رحم الله والديك. نعم. يعني قتل والله العظيم استاذ، قتل ويزتوه بالمزبله ولا كان ما حد يقدر يقول له مش عسوون مش يعني بس نطيهم المخبر السري وهاي سوالف هاي اول على اول، ولا هاي التعمير وهجمال البيوت هاي ما يديروا لها بال. نعم. يعني هم على اساس حرروا والموصل هجموها للموصل استاذ، اقول لك يا يعني هجموها للموصل، هاي منطقه قديمه لحد الان جثث جواها، يعني شغله الله المستعان. ونطيهم بس ليش تخبر فلان القناه وليش هذه؟ يعني والله العظيم القناه المفضله مالكم الوحيده اللي تنقل اصوات المواطنين لانها صادقه. واجبنا. اي والله استاذ، لان انا قلت لك قبل كم يوم
نزل اسمي على الأمن الوطني مجرد أخبر الرافدين، وهسه وبعد أخبركم. الله يحميكم إن شاء الله يا ربي، وشكرا لك أبو عمر. قبل ما أجاوب أم عبد الله، أبو حاتم من الموصل داز رسالة قريتها على السريع في أحد الاتصالات، أتى بيقول تحز بالنفس لما المثقف أمثالكم يسمي هذول حكومة. مستحيل أقول شيء حز بنفسكم، أنا أعتذر منك، أنا لو تجي علي شخصيا أسميهم سلطة، أسميهم أي شيء، لكن مسماهم الفعلي والمعترف في دوليا الحكومة في بغداد، فأنا كوني مذيع يجب أن أكون حيادي، فدا أجيب المسميات مثلها وعلى رأسي إن شاء الله. أبو حاتم الله لا يجيب زعل لا لك ولا إلى أي عراقي. بداية أم زمزم قالت هم رؤساء الوزراء اللي جاوا بعد 2003 المال، عذريني أم زمزم، هم يا ريت له المال وبس، هم همهم مو على العراق لسبب، لأن هم أصلا مو عراقيين. لما يجيني أيهم السامرائي ويسوي مؤتمر صحفي حضرته أنا شخصيا ويقول أنا نطيت تمويل إلى إيهود باراك الرئيس الأمريكي السابق، عفوا باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، يقول نطيت تمويل إلى حملته الانتخابية $1,000,000 لأنه أنا ديمقراطي ويجب علي أن أدعم مرشح حزبي. زين أنت إذا ماخذ الجنسية الأمريكية وتقول أنا ديمقراطي ويجب علي أن أدعم مرشح حزبي، إيش صخم وجهك وجابك للعراق ده تصير وزير؟ وإذا عندك فلوس وتدعم الحكومة وتدعم المرشح لرئاسة أمريكا لهالدرجة محتاج تجي للعراق تصير وزير؟ وغيره يا سيدة العزيزة من اللي باقوا ونهبة ومثال عبد فلاح السوداني اللي خمر خمطة الله يعلم ايش قد كبرها، وراح دا يشتري لي نادي تشلسي بإنجلترا، نادي تشلسي رفض يبيعه أو يباع إلى هذا الشخص، يقول له أموالك ما معروفة المصدر. يعني الإنجليز طلعوا أشرف من الحكومات العراقية، الإنجليز اللي احتلونا 3 مرات طلعوا أشرف من الحكومات العراقية. فهمهم مو على العراق، همهم على إيران وعلى أسيادهم من أمريكا والكيان الصهيوني. ذول شو يقولون هم ينفذون. المال كان شيء ثانوي. أما أم عبد الله أنت تقولين الحكام ما يصنعون كرامة، الشعب هو اللي يصنع الكرامة. نعم إذا أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب القدر، لكن يا سيدتي العزيزة فعليا الدول يعني الدول لما كبرت أصبحت دول عظمى، مثلا إمبراطورية روما لما تذكر يذكر فترة يوليوس قيصر لأنه كان أعظم حكامها، الدولة العباسية عندما تذكر يذكر العصر الذهبي لهارون الرشيد مثلا، أبو جعفر المنصور مؤسسها مثلا، الإمبراطورية العثمانية يذكر سليمان القانوني، محمد الفاتح، عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة، تذكر هذه الأسماء لأنهم كانوا أقوياء، كانوا أقوياء ساعدوا شعوبهم أن يكونوا أقوياء. أكو مثل عندنا شعبي يقول الفرس من خيالها، فعندما كان الحاكم قويا، عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما للدولة الإسلامية، لما جاء رسول الروم قال له عدلت فأمنت فنمت، ما كان محتاج حرس. وكذلك الخلفاء الراشدين، الدولة العباسية كذلك، الحاكم لما يكون قوي شعبه راح يكون قوي. احنا بحاجة الى حاكم قوي، مو يكون حاكمنا طرطور وشعبنا قوي. لما يكون الشعب بيده واحدة هو فقط والحاكم طرطور حال هذول الموجودين، يروح يركض للعباد بمؤتمر يقعد بصف اوباما ويباوع بساعته ويمد ايده يسلم عليه ويفشله، هذا طرطور، هذا مو حاكم. يعني الحاكم يجب ان يكون له هيبة، هيبة حاكم. احنا نقرا الظاهر بيبرس حكام الاندلس وحكام الدوله الايوبيه والمملوكيه والعباسيه والعصور السابقه الاشوريين والكنديين وحامورابي، شلون كان يقعد ونقرا عليه وشلون يستقبل ضيوفه. كسرى حاكم فارس اللي نكرها كان مخلي الباب صغير حتى اللي يفوت له يدنق غصبا ما عليه، ليش؟ لانه يريد هيبه لنفسه، يعرف انه هو ما مهيوب فيصنعها لنفسه. فيجب أن يكون الحاكم قوي يا أم عبد الله. عندنا اتصال آخر، أبو حسن من العاصمة العراقية بغداد، حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليك السلام والرحمة. الله يبارك فيك أخوي أفل. المشكلة بينا إحنا، نعم المشكلة بالشعب، هو الشعب يعني ما يحس على نفسه
هذول هم يعني مع احتراماتي للمستمعين او المشاهدين، هذول طراطير يعني، هذول مو عراقيين. نعم. وسبب بلاء العراق يعني ودمار العراق هو الشعب. الشعب اذا ما يعني يقول كلمته ويواجه الشر هذا، وهذا شر يعني. الزراعه دمروها، الصناعه دمروها، الانسان دمروه يعني، دي حربوه بعيشته باكله بمشيته بروحته بجيته يعني، دي حربوه يعني مو عبالك بشر قدامهم. فالشعب يعني ابي الصوت فيه يعني. اي حاكم بالعالم لو تجي هالازمات، ازمه من الازمات مو كل الازمات، كان شالت حكام يعني من اساسهم. نعم. بس بدي يحكموك، بدي يحكموك عراقيين يعني، لو عراقيين صحيح يعني مستحيل العراقي الشريف يحكم العراق ويقوم يعني يقبل الاشياء للشعب. تصير حالات يعني تسول يعني هسه الناس بالمستشفيات والله اكو ناس فلوس دوا ما عدا تموت اطفالها. تعال طب مدينه الطب، هاي مدينه الطب كوارد بيها. فهذول يعني انا اقول لك اتباع اسرائيل واتباع ايران، وسببها الناس اللي عاشت بالعراق وما احترمت العشره واللقمه. احنا شعب مو واحد اخوي افل، مو واحد، وما نكون واحد الى يوم القيامه. لا حد يقول لي ابو علي تكلم وابو زكريا تكلم، يعني احنا مو شعب واحد مستحيل، لان كل واحد جاي من اي بلد، هو لا الايران ولا الاسرائيل ولا الامريكا، كلهم خدم دولة ما يقدرون يسوون شيء ولا عمره يكونون رجال. نعم. شكرا شكرا لك يعني دامي دامي يتحرك. شكرا لك ولاتصالك. انا اعتذر بس فكرتك كملت اتصالك يعني. اكو نائب عن ائتلاف النصر، ائتلاف النصر اللي زعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، نائب اسمه حسان ثعبان الشبلي. الاستاذ حسان يقول انه الفساد نخر جسد الدوله، وان الحكومه الحاليه ما طبقت شيء من برنامجها. ويلي يعني تصريح خطير جدا. بالله استاذ حسان، بما انه انت بالائتلاف اللي تزعم حيدر العبادي اللي كان رئيس وزراء قبل عادل عبد المهدي، قل لي يا برنامج نفذ حيدر العبادي اذا امكن، وشنو الوعود اللي نطاها حيدر العبادي ونفذها همين اذا امكن؟ يعني هو عادل عبد المهدي اختلف شيء عن حيدر العبادي؟ لو حيدر العبادي اختلف عن نور المالكي، لو نور المالكي اختلف عن ابراهيم الجعفري، ما انتم كلكم يعني عملة أو وجهان لعملة واحدة؟ أنتوا كلكم طبيتوا وحكمتوا وجيتوا بوقت ما معتازيكم أصلا، وصرتوا بروسنا حكام غصبا ما علينا وبالتزوير. إيش نفذتوا أنتوا حتى تجي تقول لي إنه إحنا عندنا فساد وعشرات الآلاف من الخريجين عاطلين عن العمل، إضافة إلى التدهور الكبير بقطاع الكهرباء، وإضافة إلى الوضع الأمني اللي بدأ يتراجع إلى الوراء؟ جيب لنا شيء جديد رحمة لأهلك، هاي كلنا نعرفهن حفظناهن. جاهل برا وظهر سهل قداته، تسأله يابا شكو بالعراق يقول لك يعني يخرط لك يعني ذني كلهن. أنت نائب سوي شيء. عندنا حسن من الكويت حياك الله. عفوا سعد من الكويت حياك الله. حياك الله الدوم يا أستاذنا يا محترم، يا أستاذنا العزيز الكريم. أنا أتمنى تكون في البرلمان، عضو برلمان، وكذلك ويا ذولا ماريد ويا ذولا ماريد أستاذ سعد. نعم وكذلك يا أستاذ نريد يعني الصراحة يعني حماية المظلوم ونصرة الضعيف، وكذلك زيادة مرتبات المتقاعدين وعودة النازحين لأوطانهم وبلادهم يا أستاذي. وأنت إنسان قدوة وإنسان محترم، وتحياتي لك وللبرنامج الراقي يا أستاذي. شكرا شكرا لك أخ سعد. أخ سعد أنا ويا ذولا لا يشرفني أشتغل وياهم ولا يشرفني أصير وياهم. ندعي من الله يرجع العراق بخير، وكنا نرجع له ونطب له ونبنيه من جديد. وين ما كنت بذاك الوقت أني فرحان وأكون بمكاني، إن كنت أني بقناة تلفزيونية، إن بقيت بالرافدين، إن الله طول بعمري أو أخذ بأمانتي، أني فرحان بمكاني لأنه همدا أخدم بلدي. أما بالبرلمان ويا ذولا لا أستاذ سعد، لازم نفكر شلون نشيلهم وبعدين نفكر. عاليا صيف طبعا يا نائب عن ائتلاف دولة القانون تقول اكو صراع قوي وخفي يجري بين كتلتي الفتح
وسائرون بشأن حقيبة الداخلية، يعني على مود وزارة. تعرفون ليش؟ لأن وزارة الداخلية وزارة سيادية بها فلوس، بها بوق، بها خمط، بها نهب، بها ظلم للشعب العراقي، ما راح يوفر لهم خدمات أكثر. فهي تقول أكو صراع عليها. والله العظيم تشوفون دول الشلة اللي موجودين بالبرلمان والكتل السياسية وكل من يشتغل بيها، وكل واحد انضم إلى حزب بزمن الاحتلال إن كان قريب أو بعيد فهو مو عراقي ومو شريف، لأنه ذول لو شرفاء وعدهم ذمة وضمير وأكو ذرة ناموس بيهم ما يقعد يتعارك على الداخلية، يقعد يتعارك يوفر كهرباء للناس. أبو الفتح ولا سائرون ولا دولة القانون، نور المالكي ولا هادي العامري ولا مقتدى الصدر، نحكيها هيك، لو بيهم ذرة خير يروح يوكل الجياع اللي موجودين بالعراق، يروح يشيل الأطفال المشمرين إشارات المرور قاعدين يقدون، يروح يشيل النازحين من مكانهم ويرجعهم لبيوتهم معززين مكرمين، يقولهم هاي بيوتكم تقعدون بها وراسي إلكم. بس ما عندهم غيره، ما عندهم غيره مع الأسف. أنا ذكرت بالواتساب عندي أبو حاتم، أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. عليكم السلام، يقول تحية طيبة لكم ولقناة الرافدين. العراق من 2003 لليوم بدون حكومة، ميليشيات مرتزقة مدربة تدريب على يد الاحتلال وأعداء العراق للانتقام من الأرض والأرض والدين والشعب على الصفحات المرسومة للعملاء في الخضراء بحماية الاحتلال. والله يا أستاذة حزب النفس، لما المثقف أمثالكم يسمي هذول حكومة بينت لك رأيي. الله ناصر العراقيين، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم أستاذ أفل، أما بعد أستاذ، هؤلاء قتل ومجرمون لا يبنون وطنا، وعلى شعب أن يثور على هؤلاء الذين سرقوا العراق. تعليق آخر يقول السلام عليكم، أنا ناصر ويس من المناطق الشمالية في اليمن، أنا من المعجبين بقناتكم العزيزة على قلوب اليمنيين الشرفاء الذين نحترم آراء هذه القناة الطيبة التي توصل كلمة الحق. تحياتي للقناة. وتعليقا على حلقة اليوم، حقيقة نعيش حالة حرب ونحن الشعب اليمني الضحية، لكن لم نقاسي أبدا مثل ما يقاسي شعبنا العراقي. يكفيكم اللي فيكم، حتى الكهرباء محرومة عليكم، أي دين أي مذهب يرضى بهذه المهزلة؟ أنت والشعب اليمني على رأسنا ورأس العراقيين ورأس قناة الرافدين. نتشرف بيك صديق للبرنامج وصديق إلى القناة. يا رب يرفع غمتكم وغمتنا وغمة كافة الوطن العربي والأمة الإسلامية في كافة بقاع الأرض، ويرجع اليمن مثل ما كان ويرجع العراق مثل ما كان. مشكورين على رسالتك. عندنا ناصر من النرويج، عفوا أبو طه من فنلندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيب؟ هلا بيك. في موضوع الحلقة اليوم مالكم الحكومات اللي اجت بعد 2003، على الوعود خلينا نقول أكثر. حكومات والوعود هي كلها. نعم. لأن هي حكومة ماكو. أكيد. حكومة بالأصل ماكو، حكومة تجي من بنى على باطل هو باطل. نعم. الحكومة الميليشيات اللي اجت ما نسميهم حكومة، لأن سميناهم حكومة نقدر من شأنهم. فهذولا المفروض واحد ينزل من شأنهم ومن شخصياتهم الفاشلة وسياستهم الفاشلة. نعم. يعني من 2003 لقاية 2019 وبعدنا 2019 نص، بعدنا 6 أشهر صير 2020. نعم. العالم الدول وصلت للقمر، واحنا احنا رجعنا لورا 50 سنة وأكثر. أكثر من 50 سنة، لأن 50 سنة كان أكو حكم مضبوط، حكم موجود بالعراق، حكم أحسن دولة بالوطن العربي. نعم. وحاليا أفشل دولة عالم هو العراق. صحيح. سياسات ماكو، ماكو ماكو سياسة، وماكو نصف للمحاكم اللي يعدلونها، يحكمون المظلوم ويعدمون المظلومين. نعم نعم. والكهرباء ماكو، وأمان ماكو، شغل ماكو، كله ماكو. هذا الشيء ماكو بنوبة. عبارة هذا الحكومة عبارة حكومة عصابات قاعدة بالمنطقة الخضراء. نعم. والشعب العراقي هو اللي واقع كحرب المحاصيل الزراعية لخاطر ولاية الفقيه، ولاية الفقيه يستدرهم البذور.
والقتل والتهجير في دياله وقريته أم القنازير، هاي كلها العالم كله تعيشوفها. نعم صحيح. شعب العراق تعيشوفها وساكت على هالظلم هذا. نعم. ما عرف الشعب العراقي قامت يثور ويزول إيه هذا الجرثومة من بغداد من المنطقة الخضراء. نعم. شكرا شكرا لك أبو طه. أبو طه أنت تقول يعني مقارنة قارنت ما بين السابق واليوم، أقرب مقارنة لوضع العراق سبعينيات القرن الماضي، حاكم دبي السابق الشيخ زايد آل نهيان إجا زيارة إلى بغداد ومشهودة هاي القصة ومسجلة، قال أتمنى أن أجعل دبي شبيهة ببغداد. هذه في سبعينيات القرن الماضي. شوف بغداد هسه وشوف دبي هسه، أعرف ذولا وين صاروا وأعرف إحنا وين صرنا، هاي أقرب مقارنة. السلام عليكم، نرجو من قناة الرافدين تركيز على من نهب الأموال العراق وسرقها من قبل الأحزاب والرفحاويين أعداء الدين والإنسانية، ألا تحسون بمعاناة الشعب العراقي والنازحين كيف يعيشون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا سيد العزيز يعني نحاول نركز قدر الإمكان. وأيضا يقول أخ أفل نعتب على حرامية لو تجار الدين، هم يقولون نحن حرامي حرام، هم يقولون نحن سراق وحرامية، لكن المصيبة اللي يحميهم في أضالة من الشعب ويقادون مثل القطيع بيد عملاء إيران. العراق كان تاج العرب لكن القطعة جيدة من أبقائه الجيد. فيا سيدي يا سادتي الكرام، هذا ما كان موجود عندنا. أكو بعض الأشخاص اتصلوا عن طريق برنامج الواتساب، ما أقدر أستقبل أي اتصال عن طريق البرنامج، أكو أرقام مخصصة للاتصال. وعود الحكومات أو ما تسمي نفسها بحكومات على يد ما يسمون أنفسهم بساسة من 2003 إلى اليوم، وعدوا كثير لكن ما نفذوا شيء، واللي نفذوه هو فقط ضيم إلى الشعب العراقي ومهانة إلى الشعب العراقي وذلة وقتل وهدم وتدمير. نتمنى أنه نتخلص من كل هاي الأمور. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.